بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، استكمالا للمحاضرة الماضية عن استخدام الإنزيمات في معالجة اللحوم، طبعا كنا حكينا إنه في بعض الإنزيمات زي البروميلين البابين، الإنزيمات بتكون على شكل بودرة ممكن استخدامها على اللحوم لتطرية اللحوم when used in moderation. هي 100 درجة زجوج ولي دو نوت كوز سايد افكت، ما بتعالج اي تفاعل جانبي او اي ردة فعل جانبية على استخدامنا للحوم، او اللي هي الانزيمات ممكن نعملها انجكشن زي ما انتم شايفين في الصورة. الانزيمات تكون موجودة، ضغطنا على اللحوم الانزيمة تدخل داخل اللحمة وبتدي عملها في عملية التنترايزيشن، عملية تطرية اللحوم. Meat tenderization with added enzyme. Overall attributed of eating quality texture, قوام and tenderization are represent the rates as most important by average consumer. اللي هي طراوة اللحم، قوام اللحمة وجودة اللحم هي بتحدد اللي هي المستهلك انه كيف يستعملها، لكن احنا بنشوف كيف بتتم عمليات تطرية اللحوم. method to increase tenderness include for example natural aging هي بشكل طبيعي، electric stimulation تكون طريقة استخدام الكهرباء، أو mechanical blend tenderization زي ما شفنا، and the use of added proteolytic enzyme. احنا كل هذه هي طرق تصنيعية، لكن احنا لما نحكي على الانزيمات اللي بتهمنا اللي هي انزيمات البروتوليك انزيم. method for enzymes application in meat tenderization due to biochemical consistence and structure meat it can be challenge to eventually distributed the tenderizing process into meat pieces. possible method are for example spray، ممكن نضيف الانزيمات بواسطة طريقة spray الرش، injection زي ما شفنا في الصورة قبل شوية لعملية الحقن، أو الديبنج إن إحنا إيش نتركها في مع الإنزيم، أو مانريتنج اللي هي التتبيل زي ما شفنا وحكينا المرات الماضية اللي هي تركها لمدة 24 ساعة أو 48 ساعة مع الإنزيم. The use of plant extract for example plant puree or juice rich in tenderizing درايزنج انزيم. طبعا لما نحضر بيوري من الفواكه زي ما شفنا البابايين والاناناس الى اخره، هذه بنسميها البيوري اورجوس او حتى عصيرها، والعصير والبيوري هذا هو فيه كميات كبيره من الانزيمات اللي تسمى تندرايزنج انزيم. كان كونتريبيوت تو ا جود تندرايزنج افكت ود سبوزلي اللي هي لو كوست، كمان حد اللي هي المنتج بيكون هذا منتج قليل السعر وما بيكلفناش كتير compared to commercial enzyme. commercial enzyme اللي هي انزيمات مصنعة، الانزيمات التجارية هذه بتكون تعصب لها صناعة وبالتالي هي مكلفة اكثر مقارنة ب اللي هي ال plant puree and juice. enzymatic generation of flavor in meat product. الانزيمات اللي بتستخدم اللي هي بتدي الى طعم، هي تكوين الطعم في اللحوم. flavor has a major role، احنا نعرف اللي هي الطعم، كمان طعم اللحوم له دور كبير. along with tenderness and acceptability of meat by consumer، طبعا الطعم طعم اللحوم وطراوه اللحوم هم كمان الاشياء الاساسيه اللي بفتش عليها الزبون لما بده يشتري اللحمه او بده يتناول اللحم. In general, favor processed meat is result of either كمان اللي هي اللحوم اللي لها طعم ممكن تكون ناتجة عن enzymatic reaction enzymatic action or chemical reaction such pyrolysis اللي هو زي الانحلال الحراري of amino acid and butyrate sugar degradation ممكن يكون اللي هو degradation of ribonucleotide Maillard reaction تذكركم فيها اللي هي thiamine degradation and
degradation of lipids. كل هي هذه هي العوامل اللي بتكون اللي هي كمان لها أساسي بتكوين الطعم والفي اللحوم. فمنهم الانزيماتيك ومنهم ايش الكيميكال رياكشن زي ما حكينا كل هياتهم. The main enzymatic reaction affecting meat flavor or formation of flavor precursor are proteolysis and lipolysis. Proteolysis and lipolysis اللي هي عملية تحطيم البروتينات أو تحطيم إيش الدهون. Both group reactions are due to the contribution of either endogenous proteases enzymات داخلية and lipases and the enzyme microbial origin nature present in a product or enzyme added during the manufacturing process. يا إما الأنزيمات تكون داخلية في اللحوم يا إما أنزيمات، والأنزيمات الداخلية في اللحوم إحنا بنشجعها إنها تعمل عملها على أنزيمات أو أنزيمات بنضيفها إحنا في أثناء عملية التصدية. Main flavor formation of Mediterranean type dry curd product such as Iberian, Serrano, Parma, Barama, and Bayonne ham or Italian salami, Spanish Zorioso. زريوز اللي هي اللحوم هذه المجففة سواء كانت مصنعة من حيوانات اللي هي الأبقار أو المواشي، ولكن أكثر شيء بيستعملوه في الغرب اللي هو الخنزير، وبالتالي معظمها هذه الأشياء مصنعة من لحوم الخنزير وإلها أسماء. اللي أشهرها الدراي كرود برودكت، هذه كلياتها مجففة ومعاملة بطريقة معينة اللي هي للتجفيف الجاف، وبالتالي بيحصلوا عليها. طبعا اللحوم منتشرة بكميات كبيرة عندهم، فاللي هي الكرود اللي دراي كرود هذا طبعا الجزء اللي انتم شايفينه، هذه اللي هي عضلات اللحوم، العضلات اللي مأخوذة من الخنزير سواء كان فخذ الخنزير أو مقدمة الخنزير إلى آخره. فبالتالي هي للتجفيف، شايفين كيف منظرها بصير، وبالتالي كمان إلها طريقة معاملة. لكن إحنا بنقدر نعرف إنه هذا مصدره، اللحمة هذه مصدرها خنزير، طلع انتبهوا للقشرة الصفراء هذه الكبيرة وتحتيها طبقة من الدهون، تقول هذا اللي هو لحم، لا طبقة كبيرة من الدهون تجففت بمعاملة خاصة، وبالتالي حصلت ما يسمى بنعرف عليه دراي كرود الهام. الهام طبعا كلمة هام هنا في اللي أخذناها قبل شوي سمعنا عليها اللي هي مصدرها مصدر الخنزير. طيب بروتيولايسيس and ليبيولايسيس in meat flavoring development dry crude meat product are appreciated for their unique flavor. طبعا الناس بحبوها والغرب بحبها لأنها لها طعم معين، لها طعم خاص. The component implicated in flavor generation rise from many sources such as spicy كل التتبيل اللي حطوا فيها sugar metabolism عملية الميتابوليزم للسكريات lipolysis سواء كانت تحطيم الدهون أيضا lipid oxidation proteolysis and amino acid degradation. كل هذه بتؤدي إلى إنتاج طعم معين للمنتجات هذه في أثناء عملية التصنيع. طبعا لاحظوا كمان مرة المنتجات هذه أثناء التجهيز صار لونها غريب جدا، ولكن هي جافة وبالتالي مش فاسدة، جافة وبالتالي لها طعم معين. During ripening proteolysis take place اللي هي أثناء عملية إنضاجها أو تعتيقها لعملية البروتولايسز بتحصل yielding for example polypeptides ممكن تؤدي لإنتاج كميات من البوليبتيدات أو البيبتايدز and free amino acids which involve in taste في الطعم والذوق development and اللي هي of meat product. Meat product hydrolysis is mainly catalyzed by endogenous enzyme. Endogenous enzyme في الحالة هذه احنا التجفيف وعملية إنتاج المنتج بتعمل اللي هي بواسطة الإندوجينات such as كتابسين and tyrosine
like peptidases as well as protease الانزيمات هذه كلها فيها اثناء عمليه التعبير. كمان effect of enzyme on ripening of dry cured meat product اللي هي اللحوم المجففه او منتجات اللحوم المجففه need a long period of ripening تحتاج الى وقت طويل in order to allow transformation of free amino acid and fat acid through microbial اللي هي تكوينها اللي هي عمليه الاوكسيديتيف دي امينيشن او decarboxylation and or chemical زي ما حكينا على الميلاد لاشين ويل تو اروماتيك كومباوند اللي هي الديهيدات اللي هي الطعم والرائحه كمان لها واسطات اللي هي اروماتيك كومباوند زي الديهيدات الكيتونات اللاكتونز الالكوهولز والايستر كلها هي بتساهم في عمليه اللي هي انتاج المواد هذه بالشكل او بالطعم او بالريحه المعينه. Because long ripening involve high cost storage طبعا إذا كان في عنا عملية تعتيق أو عملية إنضاج المنتجات التي تساوي وقت طويل معناته في عنا high cost of storage until suitable matured state reached. Many attempts have been made to shorten this period. طبعا هنا مدام في عنا وقت طويل وفي عنا تكاليف عالية فكروا في الأنزيمات لإنتاج لتقصير المدة الزمنية لعملية تعتيق اللي هي المنتجات اللحوم. Proteases and lipases have been used for this purpose استخدموا اللايبيزز والبروتيازز. However it has been found that additional proteases and lipases alone is not useful in shortening period ripening time فبالتالي وجدوا أن الأنزيمات هذه الليبيزز والبروتيز لوحدهم ما بيأدوش أو بيخلوه بيخسروش المدة الزمنية اللي هي التجفيف والمنتجات This is because final flavor also depend on subsequent generation of volatile compound through lipid oxidation and amino acid catabolism بسبب انه ايضا اللي هي الطعم هذا بحتاج انه تكون في يعني مواد طيارة وتنتج من عمليات الليبيد اوكسيديشن او الامينو اسيد كتحطيم الاحماض الدهنية الاحماض الامينية سوري. There is therefore to shorten ripening of sausage it necessary to create condition يعني مثلا احنا تعتيق هو للسوسج سجق ضروري ان يعني في عنا اضافة يعني او خلق ظروف for example by adding efficient starter اللي هي إضافة مواد أساسية اللي هي إلى by adding other type of enzyme which stimulate formation of volatile in shorter time than usual طبعا إذا احنا كنا بدنا نحكي عن تقصير عملية الريبينج نحتاج إنزيمات أخرى للعملية يعني. هذا بعض الأنزيمات shows example for use enzyme for flavor formation and for shortening اللي هو the time ripening time. الإنزيم البابايين برونيز A طبعا البرونيز A لما نحكي على أنزيمات ما فيش حاجة اسمها برونيز بيكون أنزيمات اللي هي إيش الأنزيمات التجارية هذا نوع مثلا البابايين نوع تايول البروتينيز بروتينيز Application is Spanish dry fermented sausage الكوليكون هذا هو المنتج زي ما انتم ملاحظين عملية الريبنينج للمنتج للسجق هذا كسرت حصل في عليه عملية تعفن واضحة كل ما كان التعفن أكثر كل ما كان الأنواع أطيب وأزكى لأنه بكلش الجزء الخارجي وكل جزء داخل هذا بكون سنة العملية اللي هي التعتيق وعملية الإنتاج في السجق. بلاتاز ام 200 ال طبعا هذه النوفونزايم البروتياز بي 31 هذه كلها هي سولوفري اللي هي انزيم كلها هي انزيمات اللي هي تجاريه او انزيمات مصنعه مثلا في اللي هي الميكشر اوف اسيد نيوترال اند الكالين بروتياز مثل ما هم مجموعه من الانزيمات هذه كلها هي سبانيش دراي فيرمنتد زي ما شفنا هذه
فالإفكت زي ما انتم ملاحظين سلايد softening of the product, no other sensory difference observed, لكن في الحالة الأولانية no significant difference in sensory أيضا properties compared to control. So في المنتجات معظمها زي ما انتم ملاحظين الأنزيمات الفليفر انزيم اند كافيزز, كان في عندنا هنا significant increase in concentration of some ester and acid but no increase in amino acid derivative effect on sensory properties not mentioned. بالتالي المرجع اللي حكى على الانزيمات هذه البروتيازز والانزيمات المصنعة هذه حكى انه في اللي هو فرق في انتاج اللي هو some esters, وبالتالي ادانا طعم مختلف. كمان في عندنا اللي هو زي ما انتم زي اللاكتو اكسس لاكتس دراي فيرمنتس فيرمنت اللي هي من الاشياء هذه اللي بتؤدي الى increase content of palatable component responsible for the varying flavor and sensory quality. اللاكتوس لاكتوكس لاكتس اللي هي سوز لاكتس اللي هي is a gram positive bacteria used extensively in the production of butter milk في الزبدة and cheese في أيضا فيها, but has also become famous in the first genetically modified organism. زي ما بنحكي كمان مرة اللي هي بتستخدم ل increase content of volatile component. في عنا اللي هو ما يعرف ب dry cured ham, زي ما انتم ملاحظين هذا ورك الخنزير بيتم تعقيقه لمدة زمنية كبيرة جدا تحت ظروف محكمة جدا من التجفيف, بصير له عملية النضج, وبالتالي للمعرفة بس انه حوالي الكيلو جرام حوالي 13 جنيه استرليني, الجنيه الاسترليني حوالي 70 شيكل للكيلو الجرام الواحد. زي ما انتم ملاحظين هذا هو جلد الخنزير اللون الاصفر وتحتيه طبقة من الدهون واللحوم, هذه بتكون لما فسدتش بتكون اتعتقت وجفت. كمان ايضا من اللي هي الاتينير فيرمنت السجق اللي هي من انواع كبيرة من السجق, هي اللي بنحكي على سجق بنحكيش على مرتديلا, المرتديلا بتختلف اختلاف التكبير عن اللي هو السجق والتجشيف هذا اللي حصل فيها. ستارتر كلشر ستافيلوكوكس زيلوس هي CF11 وفي 21 لاكتوباسيلس كوريفالاس having proteolytic enzyme هي Italian fermented sugar. السلامي هذا اللي بنحكي عليه سلامي أو بنسمع كلمة سلامي للمنتج هذا فيها. فالإكسبرمنتال سجل had less ribbon flavor and less greasy and decrease in pH compared to control sugar. فتلاحظين فيها منتجات كبيرة وإلها طعم معين وإلها رائحة معينة. الإنتاج اللي هو عملية السجق للمهتمين بنبدأ بالعمليات مثلا الرو ماتيريال اللي هي البيف على درجة حرارة 4 ل pH 5 بري جريندينج اللي هي 15 ل 30 ملي ليت. في عنا بعدها الميكسينج وفيها السورتينج بعدها لدرجات الحرارة وكم ساعة. فالعملية كلها هي عملية طويلة لإنتاج المنتج. في عمليات ريبنينج طبعا هنا بنحتاج أثناء عملية الدراي فيرمنتي كرود فيرمنتيشن نحتاج لرطوبة تكون مخزن في تراب معين في رطوبة معينة كل مرة. زي ما انتم ملاحظين بيذكر اللي هي قديش الفترة وقديش اللي هي عملية الرطوبة اللي موجودة فيها للإنتاج. وبالتالي بعد العملية هذه مثل ميك اب ليبلينج باكج سورتينج, وبالتالي لإنتاج المنتج هذا أكم في فترة طويلة جدا. وإيش المواد اللي بتنحط كمان فيها عملية اللي هو السجق اللي هي كميات المواد إلى آخره مش موضوعنا, لكن احنا بنعرف انه في عنا ساعات معينة في درجة حرارة معينة في اللي هي رطوبة الغرفة معينة لتحصل على المنتج الكرود فيرمنتد ماتيريال. النوع الآخر أو الجزء الآخر من
تقريبا الأخير من موضوعنا عن اللحوم اللي هو Structure Engineering by Cross-Linking Enzyme. Apart from hydrolytic enzyme affecting tenderness or meat or generation of flavor, the functional meat can be modified. طبعا ممكن نحن نحدث تغيير على اللحوم باي اللي هي Cross-Linking Enzyme باستخدام الأنزيمات اللي بتعمل ربط لا اللحوم. These enzymes are used to bind fresh meat pieces together. هي ممكن نستخدمها لربط مجموعات أو قطع لحوم مع بعضها البعض. And to tailor the structure properties. هو إعادة هيكل أو إعادة تفصيل أو إعادة تصنيع الشكل المنتج اللحوم. The main target protein and meat cross-linking is the myofibril protein myosin. في عملية اللي هي الري أو الستركشرال انجينيرينج يكون هدفنا اللي هو الألياف من نوع إيش؟ المايوسين اللي هي كانت باللون الأحمر في المحاضرة الماضية وهي في داخل الأكتين، الأكتين في الخارج والمايوسين في الداخل. The cross-linking enzymes are generally capable of positive effect gelatation and consequently اللي هي the texture of meat اللي هي الجل، يصير الشكل على شكل الجل. الأشياء هذه كلها هيتها يعني مثلا لو احنا الأنزيمات تستخدم ترانس جلوتامينيز التيروسينيز أو اللاكيز، كل واحد منهم له رياكشن لترانس جلوتامينيز فورميشن اوف ان ايزو بوند بيبتايد بوند اوكسيديشن اوف تيروسين ريزيديو اوكسيديشن اوف تيروسين ايضا الكروس لينك للبروتين باوند جلوتامين لايسين اللي هي تيروسين هنا اللي هي الكروس لينكج بيحصل بين الجلوتامين واللايسين، هنا بيحصل بين التيروسين والتيروسين، هنا بيحصل بين التيروسين لايسين تيروسين سيستين وتيروسين تيروسين اللي هي كلها بهدف اللي هو production of restructuring. طبعا هذا اللي هو اللي لو بدكم تتفرجوا على العمل بنفسه تفرجوا على اليوتيوب هذا وانتبهوا انه في بداية الفيديو كانت اللحوم كانت عبارة عن قطع مفرقة ولكن اصبحت متماسكة بفعل الانزيم اللي هو الترانس جلوتامينيز. الترانس جلوتامينيز طبعا بيقدر يحصل عليه بشكل بودرة لانه عمليه ريستركس البيف ويذ برو بايند بي اف اللي هو هذا انزيم له اسم بس تجاري بزاتس انزيم اللي هو الجلوتامينيز. طبعا في عندنا كمان اللي هو الـ Processed Meat System in addition to binding fresh meat piece together the effect of glutaminase اللي هي trans glutaminase have been studied and in isolated meat protein system and model meat product and aiming to improve texture اللي هي للتحسين اللي هي properties ترانس قوام اللحوم ايضا ترانس جلوتامينيز ابلكيشن ان بروسيس ميت سيستم في الحاله هذه جيلاتينيشن اوف ميت بروتين او تكتشر اوف ميت مودل سيستم او تكتشر اوف صوص اند هام اللي في المنتج هذا لو احنا اخذنا اللي هو المنتج اللي احنا شايفينه اللي هو اللينشون ميت بيحصل في عندنا 61 مويشر في عنا اللي هو 1% مينرالز في عنا 1% صوديوم بروتين 9% 12% كربوهيدرات و16% اللي هي المواد اللي هي نسميها الدهون. طبعا زي ما انتم ملاحظين في عنا مكتوبات بالصيني لكن مش مهم علينا، المهم علينا انه عرفنا على مادة اللينشون هذه اللحوم. اللينشون ايش مكوناتها بالشكل الاساسي فهي 61% منها هي موكشر على شكل جيلاتين اللي موجود في الداخل، هذه القيمة الغذائية لها. Effect of trans glutaminase from streptomyces morbillianis on textural properties على قوامها and water binding. فاحنا نلاحظ انه في الرو ماتيريال اللي هي المواد البدائية البيف and pork meat
chopped with جيتيز 26%، فات 18%، ايس 1.6%، نيترايت كورينج سولت او تي بي بي اللي هي ثيامين بايروفوسفيت. في هذا بيحصل العملية بتصير لها كوكينج تو اكور تمبريتشر حوالي 70 درجة مئوية، اللي هي الافكت اون تكتشر امبروف بريكنج سترينث، افكت اون ووتر بايندينج نو افكت ان كوكينج ان كوكينج لوس. العملية زي ما انتم ملاحظين في عمليات أخرى زي البورك باتر، البورك باتر اللي هي المنتجات اللحوم أو خليط من لحم الخنزير مثلا، لبورك لما نحكي عن بورك نحكي عن خنزير، فبالتالي ترانس جلوتامينيز بري تريتمنت كولينج تو أكور تمبريتشر 70، انكريز جيل هاردنس اند تشيوينج ات اول ان اي سي ال ليفل، ديكريز كوكينج لوس اند اول ان اي سي ال ليفل. وهيك الباقي الاشياء الاخرى، في عندنا الميست تشيكن بريست ميت صدر اللحوم هوموجينايز ست تايت، هوموجينايز تشيكن تايت، التايت اللي هو الجزء اللي في ورك الدجاج الجزء الكبير مش الجزء الدبوسة، هذه الجزء هذا بنسميه تايتس في الدواجن. طبعا هنا ديكريز اكسبريسبل مويشر ديو تو ذا بريشر اند تي ان تي الترانس جلوتامينيز، هنا لانه مستعمل الضغط ايضا في عملية انتاج المنتج هذا. طبعا هنا كمان مرة احنا بنحرك على البورك ميت بيس مساجد ويد تي جيز اللي هو ترانس جلوتامينيز 3 في 13% ووتر ليكوكون فور ست 65 منت تمبريتشر 72 اند 65 منت ات اللي هو 78 سلايت امبروف فيرنس كمان اللي هي الصلابة بتشم. وهنا احنا كمان مرة بنحكي على كيفية انتاج او عملية ريستراكشر للحوم، كانت عبارة عن قطع زي ما هتشوفوا في الفيديو ان شاء الله، اللي هي المنتجات هذه صار في لها واسطة الانزيم لترانس جلوتامينيز صارت قطعة اللحم قطعة واحدة، وهذه الفائدة الكبرى من استخدام انزيم لترانس جلوتامينيز لانه بيجمع القطعة، وتتصور لحمة المصنع والمصنع بينتج كميات كبيرة من القطع الصغيرة للحوم، هذه بيجمعوها تاني وبيشكلوها وبتصبح عنا لحمة بشكلها كأنه صارت قطع اللحمة هذه اللي شايفينها اللي هي حوالي 7 قطع من اللحوم صارت عبارة عن قطعة واحدة صارت ستيك كبير. كمان في الاسكالوب اللي هي المنتجات الاسكالوب منتجات أيضا الأسماك بتصير القطعة قطعة واحدة إلى آخره من الأشياء هذه اللي أنت شايفينها وبتشوفها، وبالتالي واحد منتج مهم جدا وتطوير مهم جدا على إنتاج اللحوم منتجات اللحوم. هيك بنكون خلصنا اللي هو المحاضرة هذه، وهذه إن شاء الله هي آخر محاضرة على علم الأنزيمات علم الأنزيمات الغذائية. شكرا لكم لأنكم يعني كنتم طلبة ممتازين طلبة على قد المسؤولية، أدعو لكم بالتوفيق إن شاء الله في الامتحان، شكرا لكم.